اوعوا تخافوا على ناديكم ما دام فيه اسد. مرتضى منصور بدأ الكلمات او الاستاد الزمالك اللي على قناة الرافدين بالكلمات دي. في البداية خالد الغندور عمل اتصال مع سعيد حساسين، سعيد حساسين قال لك انا اهلاوي ومش اهلاوي والكلام ده كله، ولما كلمني مرتضى منصور في البرلمان وافقت على طول والكلام ده كله. والمهم ان سعيد حساسين اكد وقال ان مفيش ضغوط، عكس الكلام اللي اتنشر في الجرايد، مكرم محمد احمد كلمه وتهديدات بالقناه، والراجل حلف قال لك والله ما في حاجه من الكلام دي وكل دي اشاعات وكلام. ده كان حوار سعيد حسين مع خالد الغندور. بعد شويه خالد الغندور اتكلم، وطبعا ده اعلى نسبه مشاهده، بيعاير سعيد حسين بتاع قناه الرافدين بقى نسبه مشاهده بسببهم، يعني نادي الزمالك والكلام ده كله. دخل تاز مرتضى منصور، دخل مرتضى منصور واتكلم وقال لك ايه يعني كل، بس بصراحه يعني في حاجه مختلفه، قال لك عشان ما احرجش، قال لك عامل فيديو مش عامل فيديو هينزل على اليوتيوب، وقال لك عشان ما احرجش مش هتكلم عن تفاصيل، عشان ما احرجش سعيد حساسين رئيس القناه، ممكن يحرجه ويتكلم كلمه كده ولا كده، يروح القناه او الهيئه الوطنيه للاعلام المجلس الاعلى للاعلام ده، يروح واقف القناه واخد اجراء ضد القناه، وده ممكن يكون اتفق معاه مع سعيد حسين، ماشي سعاده المستشار وكل حاجه، بس بلاش يعني اي اخطاء. فنتكلم بصراحه في تغيير ملحوظ. في حاجه تانية انه ما جابش سيره الكابتن عصام عبد الفتاح، بعد عصام عبد الفتاح ما احرجه وقال له ان انا ابني اسمه محمد ما اسموش عماد، وقال له انت ده تزوير الحقيقه والكلام ده كله، ما جابش اي سيره عن عصام عبد الفتاح. هاجم بقى اتحاد الكره واتكلم عن اتحاد الكره، ده تحوله مين للجنه الانضباط، انا رئيس نادي الزمالك، انا مش عارف مستشار فين، انا عملت ايه وكنت ايه والكلام ده، انا اللي حولكم كلكم للانضباط، وان جيت للجد لازم يعني ثلاث ارباعهم يمشي، عشان مش عارف النسوان والسيدات، وعشان مش عارف ايه تسهيلات وسيدات و حاجات، يعني كلام خطير. يعني ابتدى خالد الغندور طبعا الكلام وعلى وشه نبره، ده بنروح فين وفي نفس القصه بتاعت المضطهدين، طب ما اشمعنى احنا رحنا الحدث ورانا، رحنا المحور ورانا، الرافدين مش عارف ايه. وقال لك ان في مرتضى منصور رفع قضيه مستعجله بخصوص وقف برنامج الزمالك اليوم على قناه المحور، وقال لي اتحدد لها الحد. ولما مرتضى منصور اتكلم واتدخل قال لك ايه ممكن يعني قدم لنا طلب يبقى مستعجل شويه، ممكن تبقى يوم الخميس والكلام ده كله. اتكلم برضه خالد الغندور، يعني مرتضى منصور مش هيتكلم في البرنامج، طول ما البرنامج على قناه الرافدين مرتضى منصور هتلاقيه ماسك نفسه، يعني ما بيهاجمش بضراوه زي ما متعودين، لكن خالد الغندور ممكن يبوظ الدنيا. خالد الغندور برضه ما سابش النادي الاهلي، اتكلم عن النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ وشريف، على الرغم ان شريف عبد المنعم كان على نفس القناه مع عصام، مع عصام شلتوت في برنامج كان اسمه جوه الملعب مع جمال الزهيري وواحد اسمه لطفي السعان، اتنين نقاد رياضيين مع شريف عبد المنعم. شريف عبد المنعم كانوا بيتكلموا باسلوب كويس واسلوب محترم عن النادي الاهلي وعن نادي الزمالك، والمفروض نتكلم بحياديه والمفروض مش اسلوب راقي. يعني مرتضى منصور دخل قال لك البرنامج اللي كان قبلك يا خالد كان بيتكلم بالتعصب ويبس روح الفتنه والتعصب بين الجماهير وبين مش عارف ايه. خالد غندور طبعا زي ما هو ضرب مثل دي احداد من سيد عبد الحفيظ، قال اشمعنى ده ما توقفش، وقال لك النادي الاهلي والمنشطات. انا بتحدى طارق، بتحدى خالد الغندور دلوقتي وبكررها تاني، عندك فيديو انت بتقول النادي الاهلي بيقال ان لعيبه الزمالك او طارق حامد بياخد منشطات، اتحداك لو طلعت الفيديو وحد بيقول الكلام ده في قناه النادي الاهلي، اتحدى خالد الغندور. وجيب يا عم الفيديو، جيب انت بتقول فلان بيقول وفلان بيعيد والكلام ده كله، هات لي الفيديو. مفيش الكلام ده. برضه طلعت انت بتصدق كده، هو اتحدى اي واحد من جماهير الزمالك؟ يا جماهير الزمالك اليوتيوب اهو موجود وبيتسجل عليه كل حاجه، موجود عليه كل حاجه، هات لي الفيديو بتاع قناه النادي الاهلي اللي اتكلموا فيه وقالوا ان طارق حامد بياخد منشطات، اتحدى اي واحد زملكاوي يطلعه. ومع ذلك كذب الكذبه وصدقها، او يمكن حد حكى له وهو صدق وطالع يعيد وطالع يتكلم ويزيد فيها. اتكلموا برضه عن النادي الاهلي مرتضى منصور، اتكلموا جماهير الزمالك احنا بنقول ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله، قال لك احنا اتمسح بكرامه مش عارف مين الارض نادينا وكرامتنا وكرامه نادينا، مش عارف في مباراه النادي الاهلي النهارده وكارتاج في بطوله افريقيا للسيدات اللي النادي الاهلي فاز فيها، بنهني طبعا النادي الاهلي بالبطوله العاشره في دوري ابطال افريقيا للسيدات للكره الطايره. اتكلم مرتضى منصور قال لك اتهاجمنا، والصوره جابها ابراهيم فايق في برنامج بيقدمه على قناه النهارده اللي هو نمبر 1 ده، أشاد بمجلس إدارة النادي الأهلي. يعني واحد ما هو قناة وبرنامج رياضي شاف الصورة بتاع مجلس إدارة، مجلس الإدارة بالكامل لما جمهور نادي الأهلي بدأ يشتم نادي الزمالك أو بتاع،
الخطيب لا، معظم اعضاء مجلس الاداره اللي قاعدين جنب الخطيب ورا الخطيب بيشاوروا للجماهير، لا كفاءه يعملوا. انت بنفسك قبل كده فقلت مش عارف مباراه ايه اللي كانت في مصر هنا، مباراه المقاولين، مباراه المقاولين اه، جماهير الزمالك لما شتمت النادي الاهلي مرتضى الامير ابنه قال لهم خلاص فسكتوا، وهو دول لما قال لهم وشاوروا لهم خلاص فسكتوا وحلال لك حرام هنا، وفضل بقى. وتونس دخل تونس في القصه، شتموا تونس، ان جماهير النادي الاهلي هتشتم جماهير، هتشتم تونس، حاجه بالمنطق؟ لعيبه بتلعب عندنا وبطوله وسيدات انسات، جماهير النادي الاهلي هتشتم دوله تونس علشان مباراه كره طايره؟ يا جماعه انت عاوز تدخل النادي الاهلي او تلبس جماهير النادي الاهلي في حيطه مع تونس؟ لا حول ولا قوه. ونرجع ويقول لك مش عارف ايه والنادي الاهلي وإنه، وقصه المظلوميه بقى اللي دايره، قصه المظلوميه اللي دايره، اللي يقول لك ايه اه اللي ماسك القسم الرياضي في الهيئه الوطنيه للاعلام شوقي حامد وعصام عبد المنعم علشان كده بيعدوا مثلا حاجات للبتاع، ومفيش فيه حياديه ومفيش الكلام ده كله، مفيش اي منطق يا جماعه. ببساطه ببساطه، نادي الزمالك كان ماشي في الاول، والنادي الاهلي كان ليه مباريات مؤجله، والنادي الاهلي خسر ماتش او اتنين وتعادل ماتش او اتنين، فنادي الزمالك فرق، وفي نفس الوقت الاهلي كان ليه مباريات مؤجله، في الزمالك من اول الموسم ماشي زي الفل مفيش اي مشكله بالنسبه له، فجماهيره ومجلس ادارته ما كانوش بيتكلموا في اي حاجه او كانوش بيهاجموا بالطريقه دي. لما بدا النادي الاهلي يلعب مؤجلاته وبدا الفارق يضيق بين النادي والزمالك، الفارق دلوقتي بقى نقطتين، وبقى في ضغوط زي ما قلت لحضراتكم على مجلس اداره وعلى اللعيبه. طيب احنا بنمهد ليه، او كمجلس اداره نادي الزمالك او اعلام نادي الزمالك خالد غندور وغيره دلوقتي بيمهد ليه؟ بيمهد لان الدوري هيروح، ولو الدوري راح من نادي الزمالك يبقى احنا مهدنا ان في التحكيم كان ضدنا، الاتحاد كان ضدنا، الهيئه الوطنيه للاعلام كانت ضدنا، الاتحاد الافريقي كان ضدنا، في حرب كونيه كانت ضدنا. دلوقتي من دلوقتي بمهد ده، بيقول لك عدلي القيعي وابراهيم المنيسي بيشتموا، هات لي يا عم عدلي القيعي وابراهيم المنيسي بيشتموا فين ده؟ كل الناس بتشتم في ما تجيب لي الفيديوهات، مش انت كويس هات لي قول لي الفيديو ده اهو، فلان ده بيشتم ولا بيشتم، هات لي الفيديوهات، ده ما انت قاعد تقول كلام مرسل وخلاص. فمجلس ادارات نادي الزمالك او على مدار الفترات الماضيه يعني بداوا يعني يدوا المظلوميه ديت يبسوها، يبسوا الكلام ده لجماهير نادي الزمالك، لدرجه ان جماهير نادي الزمالك بدات تصدق، يقول لك اه خدته بالحكام وبطولات حرام. انت دلوقتي ده زرع روح المظلوميه لدى الجماهير، سببه ان الادارات لما ما بتحققش بطولات يعني ما ده يعتبر الاداره فشلت، الاداره فشلت في تحقيق بطوله. طب ما بدل ما الجماهير تهيج على الاداره وتهيج على اللعيبه وتصب غضبها على الاداره وعلى اللعيبه، طب ما نخلي نشارك نبس روح اللي هي ايه المظلوميه ديت لدى الجماهير، عشان الجماهير توجه غضبها، بدل ما توجه غضبها لمجلس الاداره واللعيبه توجه غضبها للمنافس وللحكام ولاتحاد الكوره. هي دي ديدن الامور زي ما بيقولوا يعني في الوسط القروي. تحمل المسؤوليه. مدرب فشل، اللعيبه مش على قد المستوى، والله ما احناش حمل ضغوط، والله كنا بنلعب مش عارف ايه، يعني في البدايه الاول قبل مباراه المقاولين، مباراه زي اي مباراه. مباراه زي اي مباراه، ايه المشكله يعني؟ ما النادي الاهلي ياما اتظلم وخسر مباراته كده. وزي ما قلت لحضراتكم مباراه المقاولين دي بالذات اللي اتكلموا فيها بالخصوص، مباراه الدور الاول بتاعه المقاولين كان في ضربه جزاء على احمد فتوح بتاع نادي الزمالك، كرة جايه في ايده والحكم ما حسبهاش، يعني كان نادي المقاولين هيكسب او هيتعادل، كان الزمالك بدل ما ياخد 3 بونت كان هياخد بونت. نفس الكوره، لمسه يد وهنا لمسه يد، نادي المقاولين ما قومش الدنيا ولا غير ولا حد يتكلم فيها، وعدت المباراه لانها النادي المقاولين مش يعني نادي مش جماهير. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت يا عم مرتضى ويا خالد غندور ويا اللي بتقدموا برنامج نادي الزمالك كله، زي ما ليك زي ما عليك، فانت النهارده بتطلعوا الاول تتكلموا وتقولوا ايه يعني الاول قبل مباراه المقاولين وقبل اخطاء التحكيميه، والله بضغط لما تعادلتوا تقريبا في ماتش قبل المقاولين او خسرتوا حاجه زي كده، في مباراه الزمالك تعادل فيها قبل مباراه المقاولين، طلع لك والله ضغوط المباريات، ضغوط المباريات وتلاحم الماتشات والاجهاد والسفر وبطولات افريقيا وضغوط نفسيه ومش عارف، بقيتوا تقولوا ضغوط نفسيه، لكن لما لقيتوا خرم ابره تعدوا منه لهفوات واخطاء التحكيم طلعتوا هوبا الحق التحكيم ومجاملات للنادي، بلاش كده، فكروا بالعقل. انتوا يا راجل، وقال لك مرتضى منصور، هنشوف مرتضى منصور في الفيديو اللي هينزله على اليوتيوب ده هيتكلم يقول فيه ايه. والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.